طب هناخد نبتدي معاكي كده من الاخر كده. انت كنتي نجمه كبيره قوي قوي يعني، وكنت محققه حاجات حلوه قوي في النادي الاهلي، ليه قررتي تسيبي؟ ليه قررتي تعتزلي؟ هو في كل الاحوال انا هسيب يعني. صحيح. فيعني اخترت الوقت اللي ممكن ابقى فيه يعني ستار، او انا اكتر وقت اكون انا يعني خلاص هبدا بقى الكيرف ينزل، وفي ولاد يعني بنات بتبدا تطلع ناشئات، فيعني اتجه بقى اتجاه جديد واشوف حياتي، اشوف الدنيا تمشي ازاي. وكان كنت قدمت على المنحه ان انا اروح الكورس ده واتقبلت، ومن هنا بقى جت القصه ان انا لا خلاص ده اخر سيزون ليا، وانا هعمل بقى تيرنينج بوينت واتجه للتدريب، خاصه ان انا معايا ماجستير، ولما رجعت كملت دكتوراه. فالدنيا بقى حسيت انه يعني اكتشف نفسي كده في التدريب بره قبل جوه. أيوة طبعًا. عشان ما تصدمش. حسيت انه قرار مظبوط يعني، ما ندمتيش على القرار ده، جه في وقته. وانت كمان كان عندي تشبع يعني انت كمان انا حاساكي بتكلمي انها مع فكره ان انا اعتزل وانا ستار. انا في نظر نفسي يعني ممكن وجهه نظري الدايمه، انا حتى الكوره اشوف انه لعيب الكوره يعني اعتزل وانت اسطوره. لانه لازم تفتكر ده اخر صوره ليك عند الناس، هتبقى اللقطه دي صح. فانا في يعني انا نازله الجيم الاخير وانا عارفه انه اخر ماتش ليا، بس ما كنتش قايله لحد. ايه بقى قد يعني ايه القرار ده كان عارف. قرار صعب قوي. قد ايه كان صعب يعني، حسيتي بايه؟ انا كمان يعني الرياضه التزام، بالذات لو بنلعب على مستوى عالي بيبقى التزام كبير قوي، فما كانش في حياه بقى اجتماعيه ولا يعني ما فيش يعني، بنأثر في حاجات تانية في حياتنا. أكيد. ومع أكيد. الناس اللي يعرفونا. حسيت قوي ان الدنيا لا ممكن ان احنا اعمل ستوب وابدا بقى صفحه جديده يعني، وخاصه ان الواحد الحمد لله كان يعني جاب الاخر، فعايز بقى يجدد ويشوف نفسه ويختبر نفسه في حته جديده خالص يعني. نقطه برضو مهمه جدا دي.